تؤثر الندبات وعدم تجانس سطح البشرة على حياة المرضى وثقتهم بأنفسهم، ويتطلب الحصول على نتائج مميزة اختيار تقنية فعالة تسمح بتشكيل المعالجة حسب احتياجات المرضى في الشرق الأوسط. إيكو 2 ليزر فراكشنال بعيارات مرنة لتصميم معالجات تجانس سطح البشرة. يحسن إيكو 2 ملمس البشرة ومرونتها عن طريق تحسين الندبات، تخفيف التجاعيد، إزالة التصبغات، وإعادة نضارة البشرة. يمكن إيكو 2 المستخدم من تصميم نتائج كل حالة عن طريق دمج مجموعة عيارات مختلفة مثل الطاقة، التردد، الكثافة، وقوة الليزر. يعزز إيكو 2 من استهداف المنطقة المعالجة بدقة بدون التأثير على الأنسجة المحيطة عن طريق التحكم بشكل وحجم حزمة الليزر المجزأة. تضمن تقنية تجنب الأزمات تحجيم الضرر الناتج عن تراكم الحرارة، وذلك بإطلاق حزم الليزر بتتابع مبرمج. كما يعزز حساس قبضة اليد من أمان الاستخدام بمنع إطلاق الليزر في حالة عدم التلامس مع البشرة. يتحكم المستخدم بعمق اختراق الليزر بالبشرة واستهداف الطبقات المختلفة عن طريق اختيار قطر أشعة الليزر، ويقلل اختيار القطر الدقيق من فترة النقاهة المعتادة مع أنواع ليزر CO2 الأخرى. يقشر الليزر أجزاء ميكروسكوبية من البشرة، مما يحفز تكوين الكولاجين وتجدد الأنسجة المحيطة.